يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بتشرف جدا أن نكون بين حضراتكم النهاردة في هذا المكان الحقيقة الرائع والمبهر إكسبو، حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل. ولتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم، ستكون الجائزة بلا شك حافزا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله. وقد سعدت أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعا. لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التألق والتطور والإنجاز. وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع، لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها. شكراً لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وشكراً على هذا التقدير والتكريم. وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتألق الرياضي في جميع الميادين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة محمود الخطيب على هذه الكلمة.